يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، بين قوله صلى الله عليه وسلم للصحابي حينما قال ومن يعصهما قال بئس خطيب القوم أنت أجعلتني لله ندا؟ ألا والله أعلم، أجاب عنه العلماء بأن مقام الخطبة لا بد فيها من البيان، فلا تجمع ضمير الله مع ضمير الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يفهم منه أن الإنسان ما يعصي إلا إذا عصى الله ورسوله جميعا، وأما إذا عصى الرسول فلا يعتبر عاصيا لله، هذا المحذور من الجمع. بعض الناس يفهم من الجمع أنه ما تكون معصية إلا إذا كانت معصية لله ولرسوله معا، أما لو عصى الرسول وحده فلا تعتبر هذه معصية. هذا هو المحذور والله أعلم من النهي عن جمع الضميرين في الخطبة، لأن الخطبة يحضرها عامة الناس، يحضرها المتعلم والجاهل، ويحضرها يحتاج إلى تفصيل وبيان. نعم.